كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل صباح اليوم بقصر الاتحادية رئيس كوريا الجنوبية مون جي أن. وقد أجريت مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس كوريا الجنوبية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين، واستعرض الرئيسان عبد الفتاح السيسي ومون جي أن حرس الشرف الذي اصطفى لتحياتهما، ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوفد المرافق للرئيس مون جي أن، كما رحب رئيس كوريا الجنوبية بالوزراء وكبار مسؤولي الدولة.